الرابعة لمهرجان الفيلم الوثائقي حول الثقافة والتاريخ والمجال الصحراوي الحساني بالعيون، والذي شملته الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، هي التفاتة مولوية تهدف إلى حفظ الذاكرة وصيانة الموروث الثقافي، وذلك بتأسيس ثقافة سينمائية تساهم في تأريخ وتدوين الثقافة عبر الصوت والصورة. النسخة الرابعة هي السنة الرابعة بطبيعة الحال على التوالي من تنظيم المهرجان الوثائقي للثقافة والتاريخ والمجال الصحراوي الحساني. طبعا الحال كنا رسائل متعددة، أولا ترسيخ ثقافة الصورة أو الثقافة السينمائية بالأقاليم الجنوبية نتيجة لمجموعة من الاعتبارات، أهمها بأن تسليط الضوء على هذا الموروث الثقافي الغني الذي يجب أن يظهر للعالم. تعتبر الثقافة الحسانية ثقافة شفهية متوارثة عبر الأجيال، كان كبار السن والشعراء هم من يحفظوها ويضمن استمراريتها، ويبقى التطور الحاصل في مجال السمعي البصري شقيه السينمائي والتلفزي من بين أهم البدائل التي قد تساهم في حفظ هذا الموروث الثقافي. يبدو أنه بعد نهاية مهرجان في دورته الرابعة أن المركز السينمائي وجميع الفاعلين المحليين الذين هم شركاء معنا في التنظيم قد ربحنا الرهان، يعني الآن أصبحت الأقاليم الجنوبية مهرجان محترم يعالج يعني الثقافة والمجال الحساني الصحراوي، يعني الآن أصبح لدينا رصيد حيث أن هذا المهرجان منذ نشأته أو إحداثه في 2015 استطاع أن يلبي جميع المتطلبات التي يراهن عليها المهنيون هنا في الأقاليم الجنوبية. الشفوي ضروري مهم ولكنه قابل للانقراض، والصورة ونحن في عالم الثورة الإعلامية لابد من تأسيس ثقافة تعتمد كما في جميع الدول حاليا على الصورة كوسيلة لتمرير هذه الثقافات والتعريف بها. هذا المهرجان هو لبنة من اللبنات لأنه يساهم في تأسيس سينما وثائقية إن شاء الله ستكون في المستوى ليس فقط على في مجال المنطقة بل المجال الوطني وحتى الدولي إن شاء الله. النقطة الثانية، هناك معطيات تاريخية متميزة حول الدبلوماسية الموازية في قضية الصحراء. النقطة الثالثة هو الدور الاقتصادي الذي يلعبه هذا المهرجان من خلال مشاركة العديد من الأفلام داخل مدعومة من طرف المركز السينمائي، وهو ما يبرز كذلك الدور الاقتصادي لأنه أي فيلم مدعوم طرف من المركز السينمائي يجب أن تصرف 50% من دعمه العام في الأقاليم الجنوبية. يعتبر الفيلم الوثائقي جنسا إعلاميا حديث، والتمكن من آلياته والعمل فيه يساهم بشكل كبير في إنعاش الإنتاج السينمائي، وهو أمر يتطلب الكثير من التكوين، الشيء الذي دفع اللجنة المنظمة إلى تصدير ندوات علمية تجعل من التجارب العالمية أرضية للنقاش والتحاور من أجل الخروج بأفكار تغني الساحة السينمائية وتشجع العاملين بها خصوصا من أبناء الأقاليم الجنوبية لاكتساب آليات ترفع القدرات التقنية والفنيين من أجل الرقي بالعمل الوثائقي، حيث أن التباين الذي طبع
الأفلام المشاركة في النسخة الرابعة قد حيستدعي العمل من أجل تصحيح مكامن النقص الحاصل في إنتاج الأفلام الوثائقية. السينما بشكل عام هي توثيق للحضارات والثقافات والمجتمع، والفيلم الوثائقي بالخصوص هو يوثق ويؤرخ لجميع الثقافات التي يحيط بها. من مثل هذه المبادرات نثمن هذا المهرجان في حلقته الثالثة أو في دورته الثالثة الرابعة، لأن يؤسس لتراكم ثقافي، تراكم توثيقي بالأساس، على اعتبار أهمية المواضيع أو العمل الوثائقي في أنه يؤسس لثقافة تسجيل أو تدوين المواضيع الثقافية، مع ضرورة التنويه إلى الاهتمام بالرواية الشفوية في المواضيع الوثائقية أساسا. أعتقد أن الفيلم الوثائقي اسمه يأتي من التوثيق، بمعنى أنه لا يحفظ الذاكرة فقط، يحفظها، كما أنه أيضا شاهد على الزمن الحاضر أو ما يصطلح عليه حاليا وأكاديميا بالتاريخ الراهن. الأفلام الوثائقية هي إحدى الأدوات الرصينة لحفظ التاريخ من خلال الصوت ومن خلال الصورة، خاصة عندما يرتبط الأمر بمنطقة مثل الصحراء. هاجسها وإشكالها الكبير أن تاريخها الشفوي يموت بموت الناس وموت الشيوخ وموت العجائز، ومتى حضرت الكتابة ومتى حضر التوثيق عن طريق الصوت والصورة يكون أجمل جواب لهذه المخاطر التي تحيط بذاكرة الصحراء وتاريخها. على اعتبار أن الشيوخ الذين يحملون، وكذا الأمهات الكبيرات في السن، لا يوثقنا والذين يوثقون للذاكرة المحلية، وبالتالي تنبغي العناية بهذه الفئة العمرية أساسا، لأن العناية بها فيها حفظ للذاكرة، والتي يمكن أن تستثمر في التدوين وفي التأريخ للمنطقة عموما. مهرجان الفيلم الوثائقي في دورته الرابعة بالعيون، والذي يجعل من الثقافة الحسانية بكل روافدها ومرتكزاتها إلى جانب تاريخ المنطقة والأحداث التي عاشتها وتعايش معها الإنسان الصحراوي في مجاله الشاسع والفسيح، هو فرصة هامة تحتم على المخرجين السينمائيين والمنتجين الاشتغال المباشر مع الباحثين والمهتمين والشيوخ من كبار السن الذين عايشوا بعض الأحداث، وذلك من أجل إنتاج أعمال وثائقية تستسقي المعايير المعمول بها في الفيلم الوثائقي. ما نلاحظ تقريبا الأفلام التي كانت بمجملها فهي لإخواننا المخرجين بالأقاليم الشمالية، هذه نقطة، ما عدا فيلم واحد كان مبادرة خاصة ومن إنتاج خاص لملكة ملعينين، هو ابنة المنطقة، والتي فازت بالموسيقى، جائزة الموسيقى لحسن أمير السيد. طبيعة الحال هناك تباين كبير، لأنه الآن لازالت إشكالية الوثائقي معروفة في العالم وليست فقط في المغرب، لأنه لازلنا لا نفرق ما بين تقنية الروبورتاج وتقنية الوثائقي المتعارف عليه في السنوات الأخيرة، وهذا ما جعل مسألة التفاوت في النتائج، حيث حصل فيلم الفائز بالجائزة الكبرى وعلى ثلاث جوائز.
بالنسبة للولوج أبناء الأقاليم الجنوبية للإنتاج في الأعمال السينمائية والأفلام الوثائقية، أول شيء بعد قاله يعطوا صورة حقيقية للموروث الثقافي الحساني هنا وفي العالم أجمع. مسألة ثانية ليشجع الشباب تقنيا باش يولجوا لهذا المجال وما يحتكر فقط على أشخاص معينين. بالنسبة لهذه الدورة الرابعة بكل صراحة شفنا 7 الأفلام، لكن مش كلها في مستوى الفيلم الوثائقي. كاين أفلام اللي هي أكثر منها ريبورتاجات على فيلم وثائقي، ولهذا لحسن الحظ كان هناك فيلم قوي جدا من أقوى الأفلام التي شاهدتها في هذا المهرجان، سواء الدورة، أنا كنت حاضر في الدورة الثالثة والدورة الرابعة، بكل صراحة من أفضل الأفلام، وبان فيه العمل ديال البحث والأرشيف ورؤية شاملة لا تقنيا ولا فنيا وخصوصا تاريخيا وثقافيا. وهو الفيلم اللي حاز على الجائزة الكبرى وحاز على الإخراج وحاز على المونتاج، وكان في إمكانه يحوز على جوائز أخرى، لكن قدرنا أيضا فيلم من شابة من المنطقة، فيه كتابة جميلة، وبالخصوص أنها أنتجت فيلمها من مالها الخاص، وهذا شيء جميل يجب أن نشجعه، وأنا أكيد أنها لها مستقبل في الكتابة الفيلم الوثائقي، وأيضا استندت إلى الموسيقى من شباب من المنطقة، كان ولو كان قليلا كان جميلا. بينما للأسف شديد الأفلام الأخرى والتي حصلت على دعم أكثر من لا بأس به لم تصل إلى المستوى المنشود في مهرجان الفيلم الوثائقي كهذا. وهذا ما جعل مسألة التفاوت في النتائج، حيث حصل فيلم الفائز بالجائزة الكبرى وعلى 3 جوائز، يعني حصد الجميع، في حين ارتأت اللجنة على أنها تحجب لجنة جائزة لجنة التحكيم نتيجة الاعتبارات التي ذكرها رئيس اللجنة طبعا ورئيس لجنة التحكيم، لأنها لم ترقى إلى مستوى الوثائق الصرف، وهذا ما نسعى إليه إن شاء الله مستقبلا من خلال دعوة الشركات التي تأخذ الدعم من المركز السينمائي. عليها مشاورة أبناء الأقاليم الجنوبية سواء من باحثين وتقنيين ومهتمين بهذا المجال، ناهيك عن رفع التقنيات الخاصة بالوثائقي. يساهم المركز السينمائي المغربي بشكل كبير في دعم العمل السينمائي الذي يجعل من الثقافة الحسانية مواضيع اشتغاله، مما يضمن استمرارية في إنتاج الأفلام الوثائقية ويحفز كذلك على البحث في الذاكرة الثقافية الصحراوية. أظن أن المهرجان الحالي وهو قابل للتطور يعطي أو يؤسس لرافد أساسي للتعريف بالثقافة الصحراوية التي هي جزء لا يتجزأ من الثقافة المغربية بصفة عامة. فإذا الصورة هي الوسيلة الحالية التي تمكن من التعريف بالثقافة دون إشكال. حتى الخطاب السياسي قد يكون قاصرا على تبليغ
ما هو محمول داخل الصورة. فبالنسبة للفيلم الذي حصل على الجائزة الكبرى يمكن أن يسوق عالميا بدون أي نقطة نقص أو ضعف، لأنه جميل جدا. هذا النجاح هذا التتويج للفيلم خدت له الجوائز، جائزة المونتاج التوضيب، جائزة الإخراج، وأخيرا جائزة أحسن فيلم. سنقول لكم الفيلم كيتكلم على المأساة ومعاناة بعض المغاربة الذين اعتقلوا أو اختطفوا من طرف البوليساريو وعذبوا، إلا أن حبهم للمغرب حاولوا مرارا أن يرجعوا وهربوا، فعلا في الأخير نجحوا ورجعوا للمغرب. نشكر لجنة التحكيم اللي أعطتني دي الثقة، اللي هي بالنسبة لي أنا ثقة كبيرة اللي أعطتنا نخدموا عليها أكثر، وهي تشجيع سواء لي أنا والشباب من الأقاليم الجنوبية أن ما كاين شيء مستحيل، ما كاين شيء مستحيل، يعني يالتهم يشتغلوا على ثقافتنا كما يجب، ونتمنى نتمنى إن شاء الله أن مستقبلا نخدموا أحسن. يرى المنظمون أن مهرجان الفيلم الوثائقي حول الثقافة والتاريخ والمجال الصحراوي الحسانية أصبح يعتبر من أهم المواعيد السينمائية التي تحفظ الذاكرة الحسانية وتؤسس لثقافة الصورة وتبني أسس العمل السينمائي بالصحراء. مثلا نشاهد ان مجموعه من الافلام، نقدر نقول لك من هنا 2015 دابا يمكننا درنا غير معدل 7 أفلام في كل دوره، وصلنا الان الى حوالي 30 فيلم، وهذا مهم، واغلبها مدعمه من صندوق الدعم. يعني الان اصبحنا يعني نرى ان هذه الثقافه اصبحت تترجم عبر الصوره، والصوره كما نعلم هي من اهم المرتكزات التي تعتمد عليها في نشر وابلاغ هذه الثقافه. توصيات هامة خلصت إليها لجنة التحكيم للدورة الرابعة لمهرجان الفيلم الوثائقي بالعيون، تهدف في مجملها إلى الانفتاح على العالمية في الإنتاج السينمائي الوثائقي في الصحراء من أجل التعريف بهذه الثقافة من خلال رؤية هادفة. في كلجنة تحكيم قلنا يجب أن ننفتح على المستوى الدولي في هذا المهرجان، أن نفتح الإنتاجات للفيلم الوثائقي في المنطقة للكل، حيث حتى ولو أتى مخرج من إسبانيا مثلا كمثال، أو من فرنسا أو من ألمانيا، فهذا سيكون بعد أساسي في إيصال صورة الثقافة الصحراوية والمغربية، ونصل إلى العالمية، هذا هو المنشود. يعني أجواء طبعا اللي هي كانت أجواء الحقيقة مثالية، واللي هي كانت في المستوى طبعا الرائع الغير المنتظر، ولكن لهذا كنا طبعا في الاختتام اضطرينا على لجنة التحكيم دير ربما شبه توصيات على أن تكون هذا المنتجين أهل المنطقة يديروا مجهود أكبر. المستوى يعني كان لا بأس به في هالدورة هذه. الفيلم اللي أخذ جائزة الكبرى وخذ مجموعة جوائز اللي هو حياة مجاورة للموت، فيلم يستحق بجدارة لأنه توفرت فيه جميع العوامل الفنية والتقنية.
ليسدل الستار على هذه النسخة بتتويج الأفلام الفائزة في حفل اختتام حضره وزير الثقافة والاتصال، الشيء الذي يؤكد الرعاية المولوية السامية لهذه التظاهرة التي تحمل من الثقافة الحسانية وتاريخها ومجالها مواضيع اشتغالها لحفظ هذا الكنز الإنساني المادي واللامادي.